La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد اسمي إنايتولاه أنا طالب في الصف التاسع في المدرسة السلامة بالنظام أريد اليوم أن أقدم عندكم البيان عن عيد الفطر المبارك بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله تعالى للمسلمين عيدين في السنة هما عيد الفطر وعيد الأضحى. يأتي عيد الفطر في أول يوم من شهر شوال ويفرح فيه المسلمون بأنهم استطاعوا إتمام فريضة الصوم في شهر رمضان المبارك. وفي الأيام الأخيرة في شهر رمضان المبارك يستعد المسلمون لعيد الفطر بالتهية منازلهم لاستقبال من يزورهم وفي الصباح يوم العيد بعد صلاة الفجر يؤد المسلمون زكاة الفطر أملا بالسنة ثم يخرجون إلى المصلى ليصلوا صلاة العيد ويستمعون إلى الخطبة وبعد ذلك يتبادلون الزيارات والتهاني فيزورون أصدقائهم وأقرباءهم ويهنئون بحلول عيد الفطر المبارك وعلى الختام أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العيد المبارك عيد المبارك رحمة وسعادة وسرورا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.